حين اصطف فوج موسى الكاظم معلنا قيام الجيش العراقي، لم يخطر في بال الجميع عارضين ومستعرضين أن هذا الجيش سيحول التاريخ العراقي إلى عجينة يشكلها مثل ما يشاء. في العهد الملكي تنامت مؤسسته فأصبح قوة، دخل حربا ضد كرد العراق وشارك بقوة في حرب فلسطين، حتى أن قبور ضباطه وجنوده ما زالت شاخصة في جنين. استدار ليطيح بالحكم الملكي ويبيد بعض أفراد العائلة المالكة، مدشناً الجمهورية الأولى بذكرى دموية يصعب نسيانها، وليصبح عبد الكريم قاسم الحاكم الفرد العراقي الأول، وهو صناعة عسكرية بامتياز. استدار الجيش مرة أخرى وأطاح بقاسم، فأصبح وزير داخليته عبد السلام عارف رئيساً، اصطحب معه البعثة للحكم لتستفحل المذابح السياسية ويستدير عارف ليطيح بالبعثيين وبالجيش أيضا. في العام 68 عاد البعث للحكم مطيحا بعارف الأخ، دافعا العسكري المتقاعد أحمد حسن البكر إلى الواجهة التي وقف وراءها صدام حسين، الذي صف بالاغتيالات وبغيرها مراكز القوى العسكرية صانعة الانقلابات. اعتكف البكر وأصبح صدام رئيساً، فأعطى نفسه الرتبة الأعلى في تاريخ الجيش، رتبة المهيب الركن، وهو الذي لم يرتد الزي العسكري في حياته كلها. تستخدم الجيش العراقي في منهجه السياسي. العسكري غير المحترف زج الجيش في أعنف ثلاثة حروب في تاريخ العراق، دامت إحداها 8 سنوات. عسكر صدام حسين المجتمع العراقي، فأصبح الجيش المؤسسة التي بيدها السلاح والصناعة والزراعة والتعليم والتنقيب عن الآثار. سقط صدام وذاب الجيش في فراغ السلطة، ليأتي بريمر مطلقا عليه رصاصة الأمر رقم 1، حل الجيش العراقي.